غالب. ايه ده؟ انت هنا؟ شفت المصيبه اللي حصلت يا مان؟ مصيبه ايه يا كفله الشر؟ ما تقوليش كده. المجله دي مال؟ افتح بص الصور اللي فيها دي، مين اللي صورها لها؟ جابوها منين داهيه؟ بص يا نهار يا نهار اسود، دي مصيبه ما كانتش على البال دي. عارف لو المدام شافت الصور دي هتطربق البيت على دماغنا وانت. بقول لك ايه؟ نعم. اعملي معروف، اوعى تشوف المجله دي. ازاي ما تشوفش المجله؟ دي بعتني من الصبح النهارده عشان اجيب لها المجله دي. دي عايزه العدد ده بالذات عشان في حديث مكتوب عنها. يا ستي اتحجيشي باي حجه. قولي لها المجله مش موجوده. قولي لها ان العدد نفذ من السوق. قولي لها مش لاقي ولا بيع في الميادين، اتصرفي. انا ما اقدرش اكذب. خش انت قول لها الكلام ده بنفسك. طب اقول لك ايه؟ اخفي دي اوعى تشوف فيها، اوعى هي تشوف هي كمان. ادي هقول لها. ايوه هقول لها. استر يا رب. انا سامعه صوت رندا، اسالها جابت المجله ولا لا. هي بتقول ما لقتش ولا عدد في السوق. طبعا عشان عامله حديث فيها. ايوه صح، تلاقي عشان الحديث دي منشور فيه اتشفطت من السوق عشان يعرفوا قيمتي ويقدروني. امال لما اعمل فيلم الجديد هيعملوا ايه؟ ايوه عاوزينك بس تفوقي كده وتقومي بالسلامه وترعرعي كده عشان ترضي الجمهور وتعملي بدل الفيلم افلام. ايوه هات لي التليفون بقى عشان اطلب شاكر يبعت لنا شويه اعداد. ما بلاش الطلب ده. من فضلك هات لي التليفون بسرعه. حاضر انا بقول يلا. هات التليفون قلت لك بسرعه. هات. ما تتعبيش نفسك يا هاني، العدد اهو. الله. امال الامام كان بيقول انك مش لاقي ولا عدد في السوق ازاي؟ ايوه انت مش كنت لسه بتقولي مفيش ولا عدد في السوق؟ ايوه بس هو عطوه اللي جاب لي العدد ده. فوجئنا بنشرها كده زي ما انت فوجئت. فوجئت؟ دي ما كده، دي مؤامره عاملينها فيا عشان يشوهوا صورتي قدام الجمهور ويطلعوا نجوم جديده على كتافي. لكن لا، انا حسبت لهم وجودي، انا لسه عايشه، انا هوريهم ازاي انا حريم قضيه، انا هخليهم يندموا على اليوم اللي اتولدوا فيه. لا امام الحق لنا دكتور بسرعه. ايه بس دكتور؟ ايه ده عجيب؟ ايه هو ده برضه الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه ده؟ يا اخي ما هي كانت اكيد هتجيب العدد ده واكيد كانت هتقراه، يبقى كده احسن بدل ما نفضل قاعدين وحاملين الهم. حرام عليك، حرام عليك. اسكت. بس انا خايفه قوي يا عم عبد، خايفه احسن
المدام تعرف ان انا رحت للمحامي تفتكر ان انا بفول عليها، وانا مش عايزاها اليومين دول بالذات تزعل مني خالص. طيب مدام شايفة يبقى لازم تروح تكلم المحامي عشان تطمنه وتعرفه انا شفت ايه. مظبوط صح. بقول لك ايه؟ نعم. اسمعي، روحي هناك تطمني للمحامي وتتفاهمي معاه وتشوفي الاوراق، تشوفي الورق ده متسجل ولا مش متسجل. افرض يعني ولا مؤاخذه يعني حصل امر الله وطبت وقعت سجل. ايوه. وجت بالسجل مش لازم يبقى في ايدي الورق عشان لما تجيلي ما تقومش عليها. مظبوط. الموضوع ده قلقني قوي قوي يا عم عبده. خلاص ما دام الموضوع ده قلقك يبقى لازم تروحي نفسك وتطمني وتشوفي الورق ده متسجل ولا لا. لك حق يا عم عبده. خليك معايا اليومين دول. احسن انا لايصه قوي ومش عارفه اعمل ايه. بقولك ايه؟ اسمعي. نعم. تطلعي الشقه دلوقتي وتلمي كل الرفايع اللي فيها. الرفايع؟ طيب. ايه بقولك ايه؟ نعم. اذا كان في شويه ذهب ولا شويه مسوغات ولا حاجات من التقيله دي اه صريها وهاتي هديها لخالتك وجابك اشغل بكلمه من عينيها. طب افرض ان المدام خفت ورجعت تاني واكتشفت ان صيغتها مش موجوده، اقول لها انا ايه ساعتها بقى؟ يا ستي يا ستي الحرص واجل، احنا مش هنغلط برضه. لو قال لها خفت وهتكون بالسلامه يعني يبقى رجع الحاجات دي مطرحها تاني ودار ما دخلت شهر. صح صح يا بعض. هتعرفي تعملي لي حاجات ولا معاكي مجابه تساعدي؟ مش هو ده الاتفاق اللي احنا اتفقناه يا استاذ؟ انت جبت دماغ ست الارض، انت كنت قاسي معاها جدا. لا قاسي ولا حاجه يا اخي امام. الحديث اللي قالته لي في التليفون هو اللي نشرته بالظبط من غير تحريف ولا تحوير. ايوه انا عارف ان هو كلامه، عارف مانيش نايم، انما للاسف كان متناقض المعاني مع الصور. اخي امام الصور دي انت اللي مصورها بنفسك. ايوه انا ما قلتش حاجه، لكن انت اللي عملت حوار كان قاسي جدا مع الصور. انا كنت فاكر ان انت انسان هتخرجها من محنتها، لكن للاسف انت زودتها. هي دي الصحافه يا اخي ما. هي دي الصحافه. علشان كده أنا عايز أقول لك إنك أنت عملت خبطة صحفية رائعة جدا. خبطة تطلعك السما. الخبطة الصحفية دي أنا قعدت عشرات السنين علشان أعملها وما عرفتش. علشان كده أنا من كل قلبي بهنيك يا أخي إمام. تهنيني. تهنيني على إيه؟ للأسف. أنا كنت فاكر إن أنت الإنسان الوحيد اللي ممكن تحب الست دي من قلبك، لكن يا خسارة اتغشيت فيك وفي الورد اللي بتشوفه لي. أنت مزعل نفسك ليه يا أخي مام؟ ما تزعلش نفسك. عموما أنا مقدرك كويس أوي أوي أوي، وعشان كده فيه شيك متواضع بمبلغ لا بأس به مكافأة علشان المجهود اللي عملته. اتفضل يا مام. ما اقبلش اجر عن عمل غير اخلاقي ابدا. شكر يا استاذ يا غير فاضل. خسارة.
لو سمحت اقدر اعرف القيمه المطلوبه من الست سعاد لطفي؟ سعاد لطفي؟ ايوه. حاضر. فنان سعاد لطفي. سعاد لطفي؟ ايوه. عايزين 2000 جنيه يتحطوا في خزينه المستشفى تحت حساب العلاج. دي 1000 جنيه دي؟ 1000 ايه؟ مش 1000 دي؟ 1000 جنيه. شكرا يا جو. العفو. بس لو سمحت لي يعني تديني ساعة زمن بس اتصرف واجي على طول. عينيا. متشكر يا جو. متشكر. خدي منها اللي انت عايزاه بقيه عشان ندفع المستشفى. طب هو مش حضرتك تكتبي شيكي بقى احسن؟ اعصابي تعبانه وخايفه ما اعرفش امضي، وعلى العموم ما جبتش ولا دفتر الشيكات ولا النظاره. معلش حاولي. طب على العموم انا استحراز جبت معايا النظاره وجبت دفتر الشيكات. اتفضلي. طيب نظر شوفي لي قلم. حاضر اتفضلي. القلم خدي كملي الشيك انت. حاضر يا مدام. تحبي حضرتك اكتبه باسم مين؟ حامل. لحامله. طب والمبلغ؟ 2000 جنيه عشان ندفع 1000 هنا للمستشفى و1000 يفضلوا معانا للمصاريف. كنت اعرفه.
كنتوا تعرفوا امتى وازاي؟ ده انت لسه جاي مصر جديد، عرفتوا امتى يا امام؟ اهو عرفوا خلاص. امام اوعى تكون انت اللي ساعدته في حكايه الصور اياها. هو اللي خلاني اخش في الموضوع ده بسلامة نية. سلامة نية؟ انت قلت بسلامة نية؟ ولا انا فاكرك طيب؟ انت عارف المدام لو عرفت الحكاية دي اكيد هتقطع عيشها. ويرضيكي يرضيكي يا قاشي ينقطع. اكيد عطوة هو اللي هو اللي ساعدك وخدك عرفك الراجل ده، مظبوط ولا انا غلطانة؟ لا. عطوة مالوش دخل في الموضوع ده ابدا. امال انت عرفته ازاي؟ انا افهمك، الراجل اللي اسمه شاتر ده هو اللي كان بيبعت الورد كل يوم، وانا عرفت الحكايه دي من محل الورد لما سالت الراجل اللي واقف هناك ببيع الورد. طب ايه رايك بقى انك انت كذاب؟ لاني انا اللي ببعت الورد كل يوم. انتي؟ ايوه المدام بتحب كده. حاجه غريبه جدا. طب لما انت اللي بتبعتي الورد امال ايه؟ ليه بس الراجل بتاع الورد جاي من الاستاذ شاكر؟ وجاب الاسم منين؟ وعنوانه منين؟ اكيد الحكايه دي فيها سر. ايوه سر وغايب عنا ليه؟ ان الست سعاد هتقوم العيا ده يا عطوه؟ ما افتكرش يا زينه. زمان رندا دلوقتي مزقطه لقيت الموضوع ده جالها على الطبطاب. يلا ورزق الهبل على المجانين. تعرف لو عملت طيب تجوزها لإيمان. يا ريت يا ريت هترضى بيه، على الاقل نضمن له مستقبله. اهي وما ترضاش بيه ليه يا اخويا بقى؟ ايه اصلها اكيد يعني شايف ان هو بالنسبه لها مش حاجه، وطبعا تلاقيها شايفه لها شوفه تانية. خساره خساره تفلت من ايدينا البت دي. هي قشطت البيت عن اخره بقى، خليته على الحديده. ده انا شايفاها وهي عماله تحول في الحاجات. ايوه ما انا اللي قايل لها اجيب كل حاجه عندي. هي من دي؟ طب ده انصح منها مفيش. يلا يلا بسم الله بسم الله. لا بقى، اذا كنت انا اللي قدمت لها المجله فانت بقى اللي صورتها الصور اللي جابت بقى. انا صورتها صحيح، بس دي بسلامه نيه، والله بسلامه نيه. خلاص وانا كمان ساعه ما قدمت لها المجله قدمتها لها بسلامه نيه. لا لا ابدا، ما كانتش بسلامه نيه، ما كانتش بسلامة نية. انت كنت قاصدة تعكننية. ايوه واكتر من كده كنت عاوزاها تشوف الصور دي تتخض يجيلها صدمة تقع تموت وتورث فيه. والله بقى افتكر ان كل واحد فينا صاحب مصلحة. انا عمري ما كنت صاحب مصلحة يا رندا. بقول لك ايه؟ الكلام ده اوعى تفتح بقك، مش عايزة اسمعه منك تاني، فاهم؟ والا هقول لها على الحقيقة المرة. هقولها انك انت اللي صورتها الصور دي وقبضت فيها فلوس كمان. سارة حتى انت، حتى انت كمان، ايه اللي انا بسمعه ده؟ ايه اللي بشوفه ده؟ ايه اللي بيجرى قدامي ده؟ خسارة، ألف خسارة. معقول الناس تنعدم احلامها كده؟ معقول اللي بيحصل ده؟ مفيش احلام، الناس خلاص عملت من الفلوس.
محدش بيشوف أخوه أبدا. كله بياكل في لحمة واحدة. محدش فيها أحلام. خسارة. ملك الخسارة. إيه دي؟ إيه المشاعر دي؟ إيه اللي بيحصل دي؟ باب للجماعة. انت لسه مستني روح يا ابني. انا بستعجب. مين اللي دخل البيت وخد لي كل الصور دي وانا ما خدتش بالي؟ انا لو قلت لك مش هتصدقيني. مع انه اول ما دخل عندنا البيت كان شكله اهبل وعبيط، واللي يشوفه يقول ما يفهمش حاجه ابدا. اوعي تقولي امام، مش معقول ده غلبان ومش ممكن يفكر في حاجه زي دي. طب واذا كان هو اللي اعترف لي بعدمه لسانه وقال لي انه عمل كده؟ مش ممكن، مش ممكن. ضحكوا عليه، اغروه بالفلوس. مجرم. اخس اخس. طرديه من البيت وما تخليهش يخش تاني ابدا. الشاي سكان الدور الثالث مش لاقين ولا نقطه ميه. طب انا هعمل لهم ايه؟ اقفل السكينه شويه الميه تطلع للسكان. لا انا ما اقفلش السكينه بقى. والسكان يجيبوا ميه منين؟ الله، هو الدور الارضي مش فيه ميه كتير؟ خلاص ينزلوا ياخدوا ميه من الدور الارضي. سلام عليكم يا ريس عبد. استرام ده زي صحه الست دلوقتي. والله تعبان، ربنا يستر بقى. والله انا كنت عاوز اجي اطمن عليها وازورها بنفسي. على فكره المدام زعلانه قوي من امام. امام؟ ليه؟ ده امام طاهر قوي عمره ما زعل حد قوي. هي عرفت بقى ان كل اللي حصل لها ده من تحت راسه. من تحت راس امام؟ ايوه امام، هو اللي صورها الصور اللي نزلت لها في المجله وجابت دمها. الناس ما تصدقوش امام، حرام عليكم. امام ما يعرفش يعمل حاجه من دي، ده عمره ما مسك مكنه التصوير ولا عرف يصور ابدا. اذا كان هو اللي اعترف لي وقال الكلام ده بعظمه لسانه. امام اللي اعترف لك بعظمه لسانه؟ يعني اول ما يشطح ينطح؟ وهي المدام عرفت، هو من ساعتها وهي مش طايقه تشوف وشه. بس انا عاوز اعرف يعني مين اللي قال للست وفتلها عليه؟ اهو اللي قال قال وخلاص بقى. هم اولاد الحرام سابوا لاولاد الحلال حاجه. ايوه بس مفيش حد بيودود في ودان الست اللي انت. ما تظلمنيش يا ريس عدو، وربنا يسامحني بقى اذا كنت انا اللي قلت. يعني بالطريقه دي الجدع يبقى انقطع عيشه. ربنا يرزقه، ربنا يرزقه ويحنن عليه بشغلانه احسن ان شاء الله. الشغل على قفا من يشيل يا استرانجا. بس انا مش هرتاح ولا هيهدى لي بال الا لما اعرف مين اللي فقعوا الزومبا دي عندها. طيب يا رندا. ماما نادى. يا حبيبتي هتشتغل عليك يا ماما. يا حبيبتي يا حبيبتي. ازيك يا روحي؟ ازيك يا روحي؟ الف بعد الشد عليك. أول ما قريت في الجرايد وعرفت إنك تعبانة جيت لك على طول. سامحيني يا نهى. مسامحاكي، والله العظيم مسامحاكي، ومش زعلانة منك أبداً. معقولة أزعل من مامتي حبيبتي؟ وأطمنك يابا انني بخير وبعافي وما تقلقش علي وسلامي لامي. اما من ناحيه عطوه فكتر خيره ساعدني في الحصول على وظيفه
ومن ناحية السكنة أني مرتاح جدا جدا، لكن اللي مش مريحني الناس. الناس هنا يابا غير الناس اللي عندنا، محدش بيحب حد ومحدش فاضل حد، كله مشغول وكله بيجري عمال على بطال. زحمة قوي يابا، كل الناس في الشوارع وزي ما يكون ساكنين برا بيوتهم. شيء عجيب شيء غريب، الواحد في الغربة دي حاسس فعلا انه طلع من داره. كان في سلامة النية دي؟ أنا أكبر فلوس في حاجة زي دي؟ وبلوش كمان؟ لا، أنت مالكش أعاد في البلد دي بالمرة. أنا ما كنتش بفكر في الفلوس. أمال كنت بتفكر في إيه؟ كنت بفكر في الست التعبانة الغلبانة، كنت عاوز أطلعها من بيت العنكبوت اللي هي عاملاه حوالين نفسها وعايشة فيه. الله يا فديتك يا فالح، عشان تعرف ان الله حق. انت رفضتني؟ يعني الوظيفة راحت؟ اقلع جزمتك، اقلع وديني، اقلع وديني. ما تقلع ولا تلبس لما هدومك وخلقتك وحصلت يا قريب. لا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. نهلة، اوعي تغيبي عن عينيا تاني، ما تخلينيش هتحرم منك تاني. انا هفضل جنبك على طول ومش هسيبك تاني ابدا. كفايه الايام اللي اتحرمت منك فيها. انا جنبك يا ماما، جنبك على طول. انا طالبه من ربنا حاجه واحده بس، انه يطول في عمري عشان اصلح غلطتي معاكي واسعدك. ومين قال انك غلطت يا ماما؟ يمكن تكون الأيام بس هي اللي فرقت بينا شوية، مش أكتر من كده. في حد يبقى عنده بنت بالرقة دي والحنية دي ويتحرم منها؟ يا حبيبتي يا ماما. إمام، إمام تعال. مالك ماشي لوحدك ليه؟ تايه شوية يا منى. طب تعالى أوصلك. معلش اركب بس. أتمشى أنا. اركب بس يا ماما تعال. أنا لسه أتمشى شوية. طب تعالى بس اركب. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ايه مالك؟ شايل هم الدنيا على راسك كده ليه؟ صار الواحد بيتعامل في البلد دي بطيبة شديدة جوا. انا برضه كنت طيبة كده زيك أول ما جيت البلد. لكن بعد الدرس اللي خدته من عادل اتعلمت حاجات كتير قوي. عادل؟ ايه دي؟ عادل مين؟ انا بقول لك ايه؟ انا مش ناقص هم، انا جاي ومغموم مش عاوزك تتغمم انت كمان. احنا نقعد بقى في حته كده فيها خضره وهوا لغايه اعصابنا ما تستريح كده، واحكي لي حكايه عادل دي. طيب والعزومه عندي انا، بس انت اللي هتدفعي. يلا
ما قلتليش بقى عادل ايه يبقى مين؟ كان زميلي في الكليه وكان من عيله كبيره قوي، اهله ما وافقوش على جوازنا وكانت النتيجه انهم بعدوه عني. ده 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 اتضح انه مش مظبوط بقى. بيني وبينك ده لو بيحبك ما كانش بعد عنك حتى لو بالطبل البلدي. كل اللي عمل انه ساب الشقه اللي كنا هنتجوز فيه عشان كان كاتبها باسمي. عرفي يا مدمازيل موني، انا الكام يوم اللي قعدتهم هنا في البلد دي اتعلمت حاجات كتير قوي ما كنتش عارفها وكانت تايهه عن بالي. والله انا مش عارفه اقول لك ايه كده. انت نفسك تخلص هترجع بلدنا تاني. ترجعي بلدكم؟ امال الشقه دي هتعملي فيها ايه؟ عطوة اشتريها؟ اشتري شقه زي دي؟ لعلمك بقى عطوة عنده شقتين في العمارة. شقتين في العمارة؟ عطوة عنده شقتين في العمارة؟ قعدي قعدي قعدي، ده الحكايه دي عايزه قاعده بقى. أنا ازاي يتحصل على شقتين زي دي؟ عطوة خد الشقة دي من اصحابهم برخص التراب، عمل عمليات شبه نصب كده. زي ايه يعني عمل ايه؟ عطوة اصلا ما بيأجرش الشقة دي، ده بيشغلها لحسابه في لعب القمار. يا ساتر يا رب، استغفر الله العظيم، ده هي تقطعه اذا كان بالطريقة دي. اهدي يا ساتر. ايه ده طالع فزدان؟ ده ابوه راجل طيب، طالع فزدان لمين دي؟ ولعلمك بقى مفيش حد بيخش العمارة غير اما ياخد منه سمسارة. ده بقى غير الاتوات اللي فاردها على البوابين والزبالين والمكوجيه، يستجرى حد يهوب جوه العماره من غير ما يدفع له المعلوم الشهري. يا قوه الله، الله يقطعك يا عطوه. تخيلي انا كنت جاي من بلدنا فاكر عطوه دي ايه؟ انا كنت فاكره كده راجل تعبان على قد حاله بياكل لقمته بحرك جبينه، اتاريه يطلع كده اهو، يطلع كده عطوه. ده اهدي اهدي، ده اتضح انه اغنى من عمده بلدنا ذات نفسه. تصابي حاجه؟ ايه ميه؟ لا. شوف النيل احسن من الشرب. بنتي يا رنا. يا اهلا وسهلا يا هاله. هتقعد معانا على طول ومش حاسبها بعد كده ابدا. يا سلام، دي تشرفنا، دي على العين والراس من فوق. هي صرفتي الشيك؟ لا النهارده ما لحقتش اصرفه. طيب ابقي اديه لها هي تصرف. بس انا نسيت الشيك في البيت. في شيك مع رندا ب 2000 جنيه خديه منها واصرفيه، ادفعي 1000 جنيه للمستشفى وال 1000 جنيه الثانيه خليها معاكوا عشان تصرفوا منها. حاضر يا ماما. ها عملتي ايه مع امان؟ انا قلت له ياخد هدومه ويمشي. طردتيه؟ ايوه. كان في عندنا واحد بيشتغل اسمه امام، طردته. ايه ويرجع البيت تاني؟ وهيجي ليه يا ماما ما دام انت طردتيه؟ انا بقولك بس عشان تبقي عارفه.